بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ينطلق الاجتماع الإقليمي الأول المخصص لصياغة خطة تفعيل الاستراتيجية الإقليمية العربية لمكافحة الإرهاب المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب في مارس 2022، والذي ستستمر أشغاله على مدى يومين. هذا الاجتماع سيتدارس التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة العربية بهدف إدراجها ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الإقليمية العربية لمكافحة الإرهاب. الاجتماع سيتناول كذلك بناء وتطوير قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والعربية والدولية والمتمثلة في تنظيم دورات تدريبية وندوات علمية وإنشاء اللجان المشتركة المتخصصة في مكافحة الإرهاب. اختيار المملكة المغربية لعقد الاجتماع الإقليمي الأول لصياغة خطة تفعيل الاستراتيجية الإقليمية العربية لمكافحة الإرهاب يعكس الثقة والاحترام اللذين تحظى بهما المملكة من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.